كثير وشنو ممكن يترتب عن ذلك. وقبل أي شيء كالعادة نبدو بالبيانات. تعرض منشآت القطاع من يوم 4 أبريل الماضي لأربع استهدافات مباشرة. أولها تدمير مبنى شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي في مدينة طرابلس بعد 6 أيام من بدء الحرب بسبب غارة جوية. ثم تم قصف مصحة النفط في منطقة غرغور الشهر اللي فات بشكل مباشر. بعد ذلك استهداف مناطق مجاورة لخزانات الغاز المسال في مستودع البريغا بطريق المطار منتصف شهر يونيو الجاري. وأخيرا قصف مخزن لشركة ميليتا في منطقة تاجورا يوم 18 من شهر يونيو الجاري، وهي الشريك الوحيد لإن الإيطالية في ليبيا. هذه الحوادث خلت المؤسسة الوطنية للنفط تتحدث عن استهداف ممنهج لقطاع النفط وعماله، خاصة بعدما وصفتها بعسكرة منشآت نفطية حيوية وتعريضها لأن تكون أهداف عسكرية، قاصدة بذلك دخول مجموعات مسلحة لميناء راس لانوف من حوالي 3 أسابيع والاستيلاء على أحد المباني داخل الميناء وتخصيصه للاستخدام العسكري، وكذلك الاستيلاء على 31 مسكن مخصص لموظفي شركة العروج للعمليات النفطية والاستحواذ أيضا على وجبات طعامهم. ورغم كل هذه الأحداث الناتجة عن العدوان على مدينة طرابلس، فتهديد قطاع النفط ما يقفش عند هذا الحد. حتى الفراغ الأمني في مناطق الجنوب تسبب هو الآخر في محاولة القيام بهجمات إرهابية على منشآت نفطية هناك، كما حدث على مقربة من حقل زلة النفطي الشهر الفات. وإلى جانب كل هذا في مخاوف أيضا من تحول الصراع إلى معارك على النفط واستخدام أمواله لتغذية الحرب على مدينة طرابلس. وهذا اللي أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا، واللي قال إن هناك احتمال حدوث ذلك في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية كشف فيها عن توقيع الحكومة المؤقتة عقود مع شركات إماراتية ومصرية وهمية للبيع النفط الليبي بحوالي 55 دولار للبرميل الواحد، وهو أقل من السعر المحدد للنفط الليبي. معلومات أيضا ذكرها موقع جينيس IHS ماركت، اللي قال إن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي حاولت بتاريخ 9 مايو الماضي بيع النفط الليبي بشكل مستقل. وأكد الموقع وجود تقارير تشير إلى أن الوطنية للنفط في مدينة بنغازي وقعت عقد مع مجموعة سولاكو المسجلة في الإمارات لتصدير مليوني برميل من الخام من ميناء مرسى الحريقة اللي تسيطر عليه قوات حفتر. هذه كانت كل المعلومات، وما تبقى الآن نناقشها بعد قليل على طاولة المؤشر. إذن بهذه البيانات نبدأ حلقة جديدة من المؤشر على بركة الله. نرحب بكم من جديد مشاهدينا، ونرحب بضيوفي الكرام معي هنا في الاستوديو الأستاذ سنوسي بسيكري مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، وسينضم إلينا لاحقا الأستاذ عبد الباري العروسي وزير النفط السابق عبر الهاتف من مدينة طرابلس. الأستاذ سنوسي مساء الخير. نبدأ معك في الأضرار الناتجة عن الحرب الدائرة في مدينة طرابلس وكذلك الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل كبير. يعني تابعت الآن المؤشرات في بداية التقرير، يعني هل هذه الأضرار تهدد قطاع النفط بشكل كبير أم بشكل جزئي؟ طبعا يعني كما ورد في التقرير القصف عمياني، بمعنى أنه لا يميز طبيعة المنشأة وأهميتها. فتعرضت مثل هذه المنشآت وهي حيوية، فيمكن أن تعرض غيرها. يعني أنت الصراع، الحروب لما تنشأ وتتطور تتجه اتجاه إلى أنه كل طرف يصل إلى نقطة حرجة بأنه يجب أن ينتصر في هذه الحرب، وأنه مستعد أن يذهب إلى نهاية المطاف لأجل أن لا ينكسر وينهزم في الحرب. هذا بشكل عام، ورأيناها أصلا المسألة هذه من 2011 وهي متكررة. في الصراع اليوم وخصوصا من جانب طرف حفتر تحديدا، المسألة يعني ما فيهاش حسابات. يعني في معلومات مؤكدة من قيادات عسكرية قريبة من حفتر في مناسبات عدة كانوا عندهم رأي آخر حول إدارة الصراع واستخدام الطيران المكثف والله القصف المدفعي، لأن أضرارها كبيرة، المادية كبيرة، سواء كانت في البشر ولا في المنشآت اللي منها منشآت نفطية.
وكان رأي حفتر دائما بأنه ما تحسبوش الخسائر، يعني بعد أن ننتصر سنعمر كل شيء وسنصلح كل شيء. بهذا المنطق تصبح أي منشأة حيوية نفطية حيوية معرضة للاستهداف، لأجل كما قلت أنه عندما تصل إلى نقطة حرجة ما عادش تحسب الحسابات، ما عادش تحسب المصالح المادية، ما عادش تحسب، فهذا خطر. فلذلك أنا أتوقع أنه في مرافق حيوية في المنطقة الغربية يمكن كنت أهداف وستنعكس نتائجها يعني سلبا على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص. طيب أنت ذكرت بعض المنشآت النفطية على سبيل المثال، يعني اللي ممكن حتتعرض للاستهداف زي خزانات النفط في طريق المطار وكذلك مصفات الزاوية، يعني كيف تكون تداعيات تعرضها يعني لأي إضرار لا سمح الله لو اتسعت رقعة القتال داخل المناطق المحيطة بالحقول النفطية؟ صح تعبير. شوف أستاذ حمزة، يعني إحنا اقتصادنا قائم على النفط وحياتنا قائمة عليه بشكل كبير. يعني أنت على سبيل المثال أزمة الوقود في مناطق متعددة في الغرب الليبي اللي هو الطوابير الطويلة هذه على 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 البنزين، وانقطاعها في الجنوب، وانقطاعها في الجنوب في الغرب الليبي في بعض المناطق، يعني مشكلة كبيرة. سببها الرئيسي هي الحرب، يعني ما فيش بعض المدن الطبيعي في شبكات الإمداد أنها معتمدة على البنزين أن يصلها من مخازن من خزانات من طرابلس. الحرب هذه قطعت الطرق وعقدت مسألة الإمداد، فوقعت هذه الأزمة بهذه الحدة. هذا مثال بسيط. استمرار الحرب وتوسعها يعني أن المواطن على المستوى الفردي سيعاني معاناة شديدة، وعلى المستوى الاقتصاد بشكل عام سنعاني. يعني حساسية النفط لأي، أنت شفت الحرب لما توسعت في مناطق بعيدة ليست لها علاقة بمناطق الاشتباكات، صحيح، تفجر فيها شيء يمكن أن يسبب لنا مشكلة. على سبيل المثال ذكرت أنت في الجنوب، يعني حقل الشرارة تعرض إلى هجوم في يوم 19 أو 20 أربعة بعد الحرب بأسبوعين أو ثلاث، تعرض هجوم وقذيفة وجهت إلى الحقل. فنعم الأضرار لم تكن مادية كبيرة، لكن الفكرة فكرة أنه هو تنشأ وتتفجر صراعات ومواجهات واشتباكات في مناطق متعددة لها علاقة بحقول النفط، هذا أمر ممكن جدا وقع ويمكن أن يتكرر ويصبح أثاره كبيرة خطيرة. أنت ذكرت على موضوع حقل الشرارة، يعني أنت ذهبت بنا الآن إلى ما يسمى بالفراغ الأمني في الجنوب إن صح التعبير، خاصة بعد الهجوم اللي وقع على مقربة من حقل زلة النفط الشهر الماضي. يعني ما هذا، يعني على شنو حيترتب هذا الشيء؟ هل حيكون الضرر متاعه كبير بنسبة يعني غير مبالغ فيها أو مبالغ فيها، وشنو حيأثر أيضا على هذا الفراغ؟ أنت لو لاحظت أنه الحرب والمواجهات المتكررة، يعني ما بعد 2011 نحن شهدنا مرحلة استقرار وعاد مستوى النفط إلى إنتاج لا بأس به 1.5 مليون السابقات، واستقرت الأمور لمدة سنتين إلى فترة إغلاق النفط من جديد، دخلنا أصلا في منعطف خطير جدا اقتصادي وأمني وسياسي. من ذلك الوقت والحكومة المركزية تفشل في أن تؤمن المرافق الحيوية وفي مقدمتها حقول النفط وموانيه، لأنه الصراع يضعفها، الانقسام يشتت مؤسساتها، يشتت قرارها الأمني ومؤسساتها الأمنية، فتفشل في أن تؤمن المرافق الحيوية، وبالتالي كل التأمين اللي وقع في الغالب الأعم له علاقة بالقبائل والسكان اللي يحيطوا بالمنشأة الأمن النفطية سواء كانت ميناء أو حقل. هذا ما وقع في كل التجارب، إلى أن تطورت الأوضاع ما بعد 2015 بعد دخول قوات حفتر والسيطرة على المواني والحقول في وسط البلاد. لكن الدولة بسبب الحروب، الحكومة بسبب الحروب المتعددة تفشل في أن تؤمن هذه المرافق الحيوية، وبالتالي تصبح عرضة لما نراه. يعني النفط مستوياته كانت دائما في تذبذب لأنه كانت في إشكاليات متعلقة بهجوم طيب من أطراف اجتماعية، من مجموعات إرهابية، الدولة مش قادرة على أن تؤمنها بسبب هذه الاشتباكات وهذه المواجهات وهذا الانقسام وهذا الصراع القائم. طيب كيف تستطيع أن الدولة تأمن في ظل هذه الحرب؟ يعني أنت يعني الحرب منتشرة إن صح التعبير من على الساحل، على الساحل الشريط الساحلي، يعني فيها يعني بعض المنشآت النفطية المهمة. يعني تو أنت الجنوب، والجنوب يمثل امتدادات ليبيا من قضيتين أساسيات، النفط والمياه بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 60-70%. من اللي أمنه؟ أصبح نقطة صراع.
ما بعد الحرب وما بعد أصلا سيطرة حفتر على المنطقة الشرقية ودخول الجنوب. تقصد نقطة استغلال بالنسبة للطرف الآخر، يعني هي الآن ثابت بأن هذه المرافق الحيوية أساسية لفرض إرادة، وحفتر استغلها بشكل أساسي، يعني هو من الشرق إلى الجنوب واتجه إلى الغرب، وفي الطريق كانت قصة النفط محل صراع، تدخل الغرب وخفف من أن تكون النفط دائرة صراع، فنعود إلى مشكلة توقف الإنتاج والتصدير، وبالتالي أزمة حادة على الاقتصاد وعلى الليبيين بشكل عام. لكن أنا إجابة على سؤالك، لو أن نحن لم ندخل في هالصراعات من الشرق إلى الجنوب إلى الآن، السيد حفتر ولعنا حرب جديدة في طرابلس وبيدخل طرابلس، وذهبنا في التسوية السياسية واستقر الوضع سياسياً وتوحدت المؤسسات الأمنية على مستوى البلاد، لكن الوضع مختلف، ما فيش صراع على النفط، وفي قدرة على تأمين المنشآت الحيوية من الهجمات الإرهابية ومن المشاكل اللي دوافعها اجتماعية من قبل قبائل ومناطق، لكن الحرب تمنع التوافق السياسي وتمنع تأمين هذه المنشآت، بل في مرحلة متقدمة إن لم نصل إلى تسوية ويتوقف الهجوم على طرابلس، في مرحلة متقدمة من الحرب ستصبح المنشآت الحيوية دائرة صراع عسكري مباشر. طيب هذا أمر قائم، يعني طيب حذرت منه حتى منظمات دولية ومراكز دراسات وبحوث وصحف دولية مهمة. على قصة التحذير، طبعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يعني حذر في أكثر من تصريح بأن لو تعرضت المنشآت النفطية في البلاد لخطر الاستهداف العسكري سيوقف تصدير الخام. يعني هذا الشيء ما الذي سوف تراه مثلا منظمة دولية اللي هي الأوبك؟ هل سوف تتخذ إجراءات مثلا صارمة في هذا الشأن؟ يعني أوبك ليس لها سلطان ولا قوة في أنها تفرض إجراءات صارمة تمنع وقوع حرب. أوبك مؤسسة متخصصة لها علاقة أصلا لا نحكي من القطاع النفطي فقط، يعني يعني لها علاقة بالإنتاج والمحافظة على أسعار النفط، لكن المجتمع الدولي ممثل في مجلس الأمن والأطراف الدولية المهمة، فهذه اللي عندها قدرة على أن تمنع أن يتفجر صراع حول النفط. أنت لاحظ أنه الكيرف في تصاعد، يعني حفتر من 3 أسابيع تحدث بشكل مباشر عن أنه مع ماكرون في فرنسا أنه يجب أن يكون له حصة من عائدات النفط، لأنه مدرك بأن الاستمرار في مخططة العسكري، مصر على أن يستمر في الحرب ومصر على أن يجتاح طرابلس، والآن يواجه الإمداد المالي، يواجه التمويل للاستمرار في هذه الحرب، فيريد أن يتقاسم عوائد النفط مع الحكومة المركزية حكومة الوفاق، وجعل قصة امدادات عوائد النفط جزء من الصراع اليوم. للأسف دخل رئيس البرلمان على الخط وأكد على هذا الكلام منذ أيام قليلة وقال بأن احنا مستعدين أن احنا نوقف حتى النفط. إذن في مرحلة جديدة من الصراع، ليست فقط مواجهات على تخوم طرابلس، بل إدخال ورقة النفط في الصراع، مما يعني أننا ربما نعود إلى 2013 و14 و15، بمعنى أن النفط سيتوقف وبالتالي نعود إلى وضع اقتصادي ما هو يعني كارثي، سعر الدولار سينترفع من جديد بعد أن انخفض بفعل الإصلاحات الاقتصادية، الأسعار العامة تزيد، قصة السيولة اللي خفت شوية سترجع أكثر مما كانت عليه في السابق، فيه الآن تهديدات خطيرة للعودة إلى قمة التأزيم الاقتصادي بعد أن تنافسنا الصعداء قليلاً جراء الإصلاحات الاقتصادية. طيب ذكرت على قصة الإجراءات الاقتصادية وكذلك المناخ الاقتصادي، هذا المناخ اللي خلات الحرب مناخ غير مقبول لدى بعض الشركات العالمية حتى تستأنف نشاطاتها داخل ليبيا، لكن مع وجود هذه الحرب أعتقد يعني هل تعتقد بأن هذا الشيء سيؤثر على سمعة ليبيا في سوق الاقتصاد العالمي؟ يعني لو استمر وضع ليبيا الآن في سوق الاقتصاد العالمي منذ 2011 فيه إشكالية. نعم شاهدنا مرحلة استقرار كما قلت، يعني في سنتين 2012 و2013 كما قلت عدد معدلات إنتاج النفط وتصديره بشكل ممتاز، انعكس ذلك على حياة الناس، وشاهد الناس درجة من الرفاهة في رأيي الشخصي وفق أرقام وإحصائيات لم تكن معهودة على مستوى الرفاه المباشر لدى الأفراد، ثم دخلنا في الانتكاسة ما بعد أصلا قفل حقول وموانئ النفط، فأصبح من ذلك الوقت النظرة إلى أن النظرة العالمية سواء كانت شركات والله أنظمة وحكومات والله مجتمع دولي كمؤسسة منظمات دولية، أنه أن ليبيا أزمتها مستمرة وأن أي أزمة سياسية ثم مواجهات مسلحة تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وعلى إمدادات النفط وتصديره
نعم المصطلح، أنا في رأيي الشخصي أن المجتمع الدولي والمنتظم الدولي الآن أصبح لديه مناعة من أن يتقلص إنتاج النفط وتصديره في الخارج. يعني النفط العالمي يصل تقريبا إلى الإنتاج العالمي للنفط يصل إلى 100 مليون برميل يوميا. ليبيا تنتج في مليون 1%، فالواحد في المية هذه تأثيرها محدود على الأسعار وعلى الإمدادات بشكل عام، وتوقف النفط 3 سنوات ويزيد ولم يؤثر بشكل كبير على اقتصادات العالم ولا حتى على الدول الشريكة لليبيا. ففيه مناعة من هذا. الأزمة الحقيقية انعكاسها على ليبيا، على المواطن، نعم، على الاقتصاد الليبي، نعم، على الانتعاشة اللي حدثت ما بعد الاتفاق على الاقتصادات الاقتصادية وتنفيذها. الخطر ليبي على الليبي، على الاقتصاد، مش على في رأيي الشخصي على الشركات الدولية والله على الاقتصاد العالمي والله على إمدادات، نعم، الليبية للأسواق العالمية. لا. نعم سيد السنوسي، أقف معك عند هذه النقطة وأنتقل عبر الهاتف الآن. ينضم إلينا من مدينة مصراتة الأستاذ عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة. مرحبا بك سيد عبد الحميد، هل أنت في الاستماع إلي؟ أستمع إليك الآن بشكل جيد. مرحبتين بك. سؤالي لك سيد عبد الحميد، يعني الحرب على مدينة طرابلس خلت الأجواء الاقتصادية داخل البلاد يعني زادت من نسبة المخاطر حتى بالنسبة للشركات العالمية في العودة إلى ليبيا والمباشرة بأعمالها فيما يتعلق بالقطاع النفطي الليبي وكذلك زبائن ليبيا في السوق العالمي. برأيك ما هي انعكاسات ذلك على سمعة ليبيا ومكانتها في السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ الفاضل ولضيوفك ومشاهديك الكرام. يعني ما يحدث الآن من تهديد للقطاع النفطي أو ما حصل أيضا حتى من وجود يعني العسكري داخل منطقة الهلال النفطي والاضطرابات الحاصلة منذ سنوات في منطقة الهلال النفطي، حقيقة ما لا شك فيه سوف يعني تكون له تداعيات يعني خارجية وتداعيات داخلية، ولكن التداعيات الداخلية وتأثيرها على وضع الاقتصاد الليبي سوف تكون أكثر عمقا وأكثر تأثيرا من حيث التداعيات الأخرى. ربما تفقد يعني أنت بعض الشركاء الأجانب الخارجيين وثقتهم في يعني المؤسسة الوطنية للنفط، وخاصة من خلال الحالات المتكررة لإعلان حالة القوة القاهرة داخل منطقة الهلال النفطي، وربما يحدث حتى هذا الإعلان يعني في المستقبل القريب لا سمح الله، ربما أن تتفقد بعض الشركاء، ولكن ربما هذا لن يؤثر كثيرا على وضع يعني المؤسسة الوطنية للنفط ووضع تصدير وإنتاج النفط، لأنك يعني بكل سهولة سوف تجد شريك آخر. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني أنت في النهاية متوسط إنتاجك يعني خلال الفترة الماضية وخاصة في عام 2018 يعني تقريبا كان في متوسط مليون برميل يوميا، يعني لو ناخذ هذه النسبة مقارنة بالإنتاج العالمي فهذه النسبة حقيقة ضئيلة جدا، ربما لا تصل حتى لنسبة 1%. فبالتالي عن موضوع أنك تفقد يعني ثقة الشركاء الأجانب، أنا أتصور من خلال تحليل الشخصي يعني ليس بالموضوع الكبير جدا، لأنك أنت السلعة أو فيما يتعلق بالخام النفط الموجود في ليبيا يعني يسيل لعاب الكثيرين من الشركات تحاول أن تتحصل على هذا الخام الذي يتميز بجودته، يتميز أيضا قربه للأسواق الأوروبية إلى ذلك. فبالتالي من خلال يعني جودة النفط الليبي بإمكانك أنت مش أنت اللي تبحث، سوف يأتي يعني نعم شركاء آخرين غير حتى الذين ربما سوف أنت تفقدهم إذا لا سمح الله استمر موضوع تهديد منطقة الهلال النفطي طيب لفترة زمنية. سيد عبد الحميد، يعني في بداية حلقتنا يعني سردنا التقرير اللي أوضح بعض المنشآت النفطية اللي تعرضت للقصف من قبل قوات حفتر، من بينها مخزن مهم لشركة مليتا للنفط والغاز اللي هو يعتبر الشريك الأساسي والوحيد لشركة إين الإيطالية، وهذا المخزن يعني دمر بالكامل. يعني أحداثك هذه يمكن تؤثر يعني على 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 تواجد الشريك الأجنبي في ليبيا، يعني ما رأيك؟ بالنسبة لشركة الإين الإيطالية يعني الشركة الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط وفي منطقة تاجورا هذا تقريبا هذا القصف تم، فأتصور يعني الشريك الآخر
الان ربما هو يحاول ان يبحث على بدائل، يعني يحط اسوء الاحتمالات ان هذه ان هذا العدوان سوف يستمر لفتره طويله وربما يتوسع اكثر. ولكن على كل الاحوال بمجرد ما تنتهي هذه الحرب سوف ترجع الامور الى طبيعتها مباشره. يعني انت تتكلم على عمق تاريخي من خلال امدادات يعني الغاز الى ايطاليا والى غيرها، فبالتالي عمليه ان الطرف الاخر يعني سوف يبحث على بديل ويوقف يعني استيراد الغاز والنفط من الدوله الليبيه، اتصور ان هذا راه حقيقه انه مستبعد حقيقه. ولكن الموضوع والسؤال الكبير ماذا تاثرك انت، يعني اذا ما توقف النفط باي سبب من الاسباب سواء كان هذا السبب عسكري او حتى سبب لن يكون عسكري من خلال التدمير ولكن سوف يكون من خلال الايقاف، ماذا انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي الليبي؟ انا من ناحيه اقتصاديه يعني الشريك الاخر راهو ما يهمش واجد الموضوع، لان بامكانك انك توفر البديل في يعني بشكل سريع جدا، ولكن الامر من ذلك هو موضوع الانعكاسات الداخليه التي تاثيراتها سوف تكون كبيره، وخاصه الاستاذ الفاضل نحن نتحدث على متوسط انتاج في اربعه الاشهر الاولى من عام 2019 يعني تقريبا 1. تقريبا الايرادات النقديه 1.6 يعني مليار و600 مليون متوسط الايراد الشهري لعام 2019 الى الان، وبالتالي ايضا الانتاج هو ارتفاع مقارنه بالسنوات السابقه. ايضا ذلك انعكس بشكل ايجابي حتى على موضوع الاصلاحات الاقتصاديه، فالخطوره الكبيره هي انعكاسها على الوضع الاقتصادي الداخلي، بالاضافه مثل ما ذكرت ربما يكون هناك تاثير، ولكن موضوعك انت تحت عندك يعني نفط ذات عالي، فبالتالي موضوع ان الشريك الاجنبي سوف يترك يعني الاستيراد للنفط الليبي او للغاز اتصور انه امر مستبعد، والدليل على ذلك يعني استمر ايقاف تصدير النفط لاكثر من 3 سنوات، ولكن بمجرد ما انتهت هذه المشكله وهذه الازمه عادت نفس الشركات وبدات الان يعني تستورد النفط الليبي والامور وكانها لم نكن يعني. نعم سيد عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، شكرا لك على هذه المداخلة. أستاذ السنوسي يعني أستاذ عبد الحميد أثار بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بقصة يعني الإيراد النفطي أو متوسط الإيراد النفطي الشهري لعام 2019، ذكر بأنه هو 1.6 مليار دولار، وكذلك بعض النقاط المهمة انعكاسات الوضع الاقتصادي داخليا. طبعا هذه مسألة حساسة جدا، يعني أنت ونقول وأكرر بأنه النفط هذا وعوائده تعني حياتنا، ما عندناش موارد أخرى، نتيجنا القومي الإجمالي يشكل النفط قرابة 70% منه، هذا في الأوضاع اللي كانت معقولة بعد أصلا الأزمات والحروب وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، فيظل النفط أساسي للصادرات أكثر من 95% والناتج القومي نسبة كبيرة جدا. عندما يتأثر هذا القطاع يخلق لنا مشاكل كبيرة. نعطيك مثال بسيط، الإصلاحات الاقتصادية اللي كانت السبب الرئيسي في تحقيق انتعاشها تراجع أسعار العملات اللي هي أصلا وسيلتنا في الحصول على 80% من غذائنا وكسائنا، ليبيا منكشفة بدرجة كبيرة اقتصاديا على العالم، بمعنى أنه 80% من احتياجاتنا الأساسية نستورد فيها من الخارج ونجيب فيها بالعملة الصعبة الدولار، تتراجع يهدد قطاع النفط تتراجع عوائدنا من الدولار، ينعكس ذلك على غذائنا وكسائنا، ارتفاع أسعار ونقص سلع كما رأينا خلال السنوات 14-15-16. حققت الإصلاحات الاقتصادية انتعاشا بسبب تدفق النفط بشكل لا بأس به، وصلنا إلى مليون برميل ومليون مليار ونص تقريبا 1.6 مليار شهريا، هذا مكن الإصلاحات الاقتصادية أنها تمشي كويس على مسارين. الأول أن قصة المخصصات الأسر انتعش بها المواطن بشكل مباشر، حسن بها من دخله في قضاياها الأساسية، يشتري سيارة، يشتري أثاث، يصين حوش، فيه انتعاشة ودرجة نسبية من الرفاه انعكست على المواطن، وفيه إصلاح بشكل عام. يعني أنت قصة فرض الرسوم شكلت عائد بالدينار الليبي للخزانة العامة انعكس على أنها خفضت من الدين العام، جزء من هذه العوائد وجهت إلى قطاع التنمية، بدينا ندخل في مسألة التنمية والنمو. هذه الحرب يمكن أن
تدمر كل هذا وتعود بنا إلى المربع الأول 2016 و2015 و2017. فليدرك صناع القرار اللي مأجج هذه الحرب واللي نصر فيها أننا بهذا الشكل سنرفع الدولار من جديد ونخلق المشكلة السيولة من جديد وترتفع أسعار السلاح من جديد إذا كانوا أدخلنا النفط في الصراع، ويبدو أننا نحن الطرف الثاني بيدخل مصر على إدخال. نعم. فانعكاسات مباشرة على المواطن وانعكاسات مباشرة على الاقتصاد اللي شهد درجة من الانتعاش بعد إقرار إصلاحات الاقتصادية. نعم أستاذ السنوسي، ومن هنا نذهب بك وكذلك بمشاهدين الكرام في رأي الشارع. في رأي الشارع هذا الأسبوع عرضنا قياس رأي متابعينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الأثر الاقتصادي اللي حيترتب عن بيع حفتر للنفط بطرق غير شرعية، وكانت الفرضية المطروحة كالتالي: بيع حفتر للنفط خارج إطار شرعية حكومة الوفاق الوطني سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني كما ترون الآن على الشاشة، حيث شارك في هذه أو هذا الاستطلاع حوالي 8000 مشارك، وبحسب النتيجة الظاهرة الآن هي 70% وافقوا على أن بيع النفط خارج إطار شرعية الوفاق حينعكس سلبا على الاقتصاد، بينما اختار 30% منهم فقط عدم الموافقة. نعم أستاذ سنوسي، تابعت هذا المؤشر؟ يعني درجة من الوعي لا بأس بها، أنه إذا كانك شتتت السيطرة على بيع النفط تصديره وبيعه والتحكم في عوائده شتتتها في ظل صراع قائم ما بين حكومات متنازعة، فالنتيجة يجب أن تكون سلبية. لكن والله إذا كان وحدت قناة التعامل معه وأخضعت هذه القناة لرقابة حقيقية، يعني لليوم لا يستطيع أحد أن يقول بأن المؤسسة الوطنية للنفط خاضعة للابتزاز، والسيد صنعان مواقفه وتصريحاته شجاعة وواضحة وصريحة وبعيد عن النزاع القائم وعن التجاذب القائم، فما يستطيع أحد أن يتهم المؤسسة الوطنية النفط بأنها تتلاعب والله غيره. فإذا كانك والله شتت وجعت على سبيل المثال مؤسستين نفطيات ومصرفين مركزيين قائمات وحكومتين تتصرف فيهن، فتخلقنا مشكلة. لذلك المجتمع الدولي كان أنضج من الليبيين أنفسهم وقال يا جماعة رأيتوا بتخشوا المسألة في هذه في الصراع، النفط في الصراع وعوائده في الصراع، مش هتمشوا قدام. وقرر أن يكون في هناك جهة واحدة للتعامل مع المجتمع الدولي ومع بيع النفط وتصديره والتعامل مع عوائده. والرأي العام وفق هذا الاستلاح وفق هذا الاستطلاع واعي لهذه، ونسبة 70% تؤكد بأنه فعلا حتى الرأي العام الليبي يمكن أن نقول بأنه رأي عام ناضج ومدرك لهذه الحقيقة. نعم أستاذ سنوسي، دعنا نشرك الآن الأستاذ عبد الباري العروسي وزير النفط السابق عبر الهاتف من مدينة طرابلس. أستاذ عبد الباري السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك في حلقة اليوم من المؤشر. حنسألك، يعني تابعت أكيد الاستطلاع اللي بحسب النتيجة الظاهرة يعني أثبت أن 70% وافقوا على أن بيع خارج النفط أو بيع النفط خارج إطار شرعية الوفاق حينعكس سلبا على الاقتصاد، بينما اختار 30% منهم عدم الموافقة، ما رأيك؟ والله هو الوعي بالنسبة للوعي يقول هكذا، يعني لأنه هو أنا بنحب نوضح حاجة مهمة جدا. يعني المؤسسة الوطنية النفط وليتها إخراج استكشاف وإخراج وبيع النفط، والإيرادات بالكامل تذهب للمصرف التجاري المركزي الذي يقوم بدوره بتوزيع الأموال هذه إلى الجهات الرسمية اللي هي الوزارات المختلفة، والمسؤولية الوزارات المختلفة أن هي تنفق على جميع الحديث وكان في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب. يعني ما فيش استثناء، تم الكلام يعني عندما يقول لك والله المؤسسة الوطنية النفط تستأثر بالأموال كلها في الفراغ، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح مردود على البحث. لو فتحنا المجال كما تفضل ضيفك الكريم بتصدير النفط وبيعه في جهتين حتى في إشكالية كبيرة، معناها أن بداية التقسيم على أنت عندك دولتين، الأموال لابد تكون موزعة توزيع دقيق
حسب الميزانيات التي عدت من قبل الدولة الليبية. الدولة الليبية حكومة الوفاق تصرف على جميع أنحاء ليبيا من الشرق الغرب الجنوب من خلال الوزارات، من خلال الميزانيات المقدمة للوزارات للمرتبات. الآن احنا عندنا إشكالية من 2000 آخر ميزانية كان فيها الباب الثالث اللي هو باب الثانية تقريبا تاع 2014 بعدها ما عادش فيه. طيب طيب استاذ عبد الباري، يعني ما هي الاجراءات المتوقعه من حكومه الوفاق لمنع بيع النفط خارج اطار الشرعيه؟ والله المتوقع ان الاتصال بالجهات الدوليه، لان هذه لو الناس قاموا من غير ببيع النفط من غير اذن معناها الاموال ممكن تتم جهات تستخدم في تمويل العمليات الارهابيه، دواعش سواء كانوا دواعش حاليين او دواعش المال او الجماعات الارهابيه المجهول التي قامت الان بالاعتداء على طرابلس بغير وجه شرعي. فلابد الاموال تنفق بطريقه صحيحه وتراقب مراقبه جيده. ودول العالم والامم المتحده عندما قالوا ان الاموال الاستقراطيه النفطيه الوحيده في طرابلس في مركزها عارفين لو صار فيه تصرف من جهه اخرى ستذهب الاموال الى جماعات ارهابيه، وربما هذه الجماعات تستخدم هذه الاموال في تنفيذ عمليات ارهابيه في اوروبا ودول اخرى. فهم حريصين كل الحرص ان الاموال هذه تذهب الى طرابلس اللي هي المؤسسه الوطنيه طرابلس. نعم. نعم استاذ عبد الباري. استاذ السنوسي، يعني استاذ عبد الباري اشار الى نقطه مهمه وهو اذا استمر بيع النفط على يعني في مؤسستين هذا اشاره للانقسام. يعني طبعا انت اذا كان استمر الوضع على ما هو عليه دون ان ترتب الاوضاع ونخرج السلاح من دائره التنازع ونحتكم اصلا الى التفاوض والى التوافق لحل الأزمات، فنعم يعني ما فيش خيار إلا أنه يحدث انقسام. وأنا أريد أن أعلق تعليق بسيط يعني مهم في رأيي الشخصي على قصة الخلاف على السيطرة على إدارة المال العام الليبي، وأنه الوفاق هي اللي تدير. وظهر مصطلح تقسيم الثروة الآن في أدبياتنا وتحدث عنه حتى المبعوث الأممي، وهناك الآن خطاب حتى لدى النخبة السياسية تتحدث عن أنه المشكلة الرئيسية هي الصراع على المال على الثروة الليبية، وبالتالي يجب أن يكون حديث الثروة وموضوع الثروة وملف الثروة ضمن التفاوض. أنا في رأيي يجب أن نكون حذرين من هذه المسألة. في فرق ما بين أننا ندخل الثروة في الصراع القائم الآن وندخل مصطلح تقاسم الثروة، وفي فرق ما بين مصطلح توزيع الثروة. رتب أوضاعك، توافق سياسيا، اتفق على وثيقة دستورية حاكمة للجميع تتضمن قصة التعامل مع الثروة الليبية. لو أنت عندك هياكل حقيقية على مستوى سيادية موحدة وعندك تفعيل حقيقي للمجالس البلدية، أعطيها صلاحية واسعة في إدارة الخدمات. نعم. والنشاط الاقتصادي، وزع 30-40% من المال العام لهذه المجالس البلدية، سنعالج مشكلة التهميش ومشكلة أصلا السيطرة على المال العام وغيره. نعم. لكن نزج بمصطلح تقاسم الثروة في أتون الصراع السياسي ربما تكون النتائج خطيرة منها الانقسام. طيب أعود إليك أستاذ عبد الباري العروسي، يعني المجتمع الدولي شدد في أكثر من مرة في خلال تصريحات على عدم إقحام قطاع النفط الليبي في الصراع، هل يفهم ذلك يعني هو عبارة كرفض لما يدور الآن في كواليس القطاع النفطي داخل ليبيا من مناورات لبيع الخام على الشمال؟ سؤال مش واضح لو سمحت. يعني سألتك إن المجتمع الدولي شدد أكثر من مرة في تصريحات سابقة على عدم إقحام القطاع النفطي في أتون الصراع الدائر الآن في ليبيا، يعني هل يفهم ذلك إن هو رافض لفكرة لما يدور في كواليس القطاع النفطي داخل ليبيا من مناورات لبيع النفط الخام خارج دولة؟ والله أكيد، لأن هو المجتمع الدولي يعلم علم اليقين أن الدخل الوحيد للدولة الليبية هو النفط. لو تم فيه تلاعب من أي جهة وحدث مشاكل لا سمح الله وأدى إلى انهيار القطاع والمؤسسة الوطنية للنفط ستحدث إشكاليات كبيرة جدا. أولا الليبيين ما عادش يقوموا ياكلوا، هذا قولا واحدا. الأمر الثاني
كل واحد بيحاول يصدر نفط بطرق غير شرعية، ويحدث تضارب في الأسعار في السوق العالمي، أثر أيضا لأن الناس حيبيعوا بسعر أقل من السعر العالمي المعروف، ويحدث مشكلة في الأسعار العالمية، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية، عمليات غير شرعية، لأن ما عادش عندك سيطرة أنت على من يبيع النفط. الآن في مهددة، في أموال تدفع عن طريق المصارف، تدفع المصارف، في جهات رقابية أخرى، الموضوع مش سهل يعني. ما فيش حاجة تتحرك في العالم إلا تحت المراقبة يعني، البواخر تتحرك كلها موجودة، الأموال عندما تنحول أموال من بنك إلى بنك كلها تمر وفق آليات معينة مرصودة يعني. لكن لو أصبحت هكذا حطت إشكالية كبيرة، ولهذا المجتمع الدولي أكد على تجنيب قطاع النفط أي صراعات. فنتمنى من العقلاء الليبيين أن يستوعبوا هذا الدرس، لأنه ما فيه مصلحة الجميع. نعم ابقى معي سيد عبد الباري، أعود إليك أستاذ السنوسي. يعني المجتمع الدولي كان لي عنده مواقف سابقة مع محاولات سابقة لبيع النفط الليبي خارج شرعية الدولة، يعني زمان كانت فيه مشكلة الجدران، مرورا بمشكلة مؤسسة النفط الموازية في مدينة بنغازي. هل من الممكن يعني أن يختلف الموقف هذه المرة من قبل المجتمع الدولي بسبب عدم وضوح الرؤية في الأزمة الليبية الدائرة الآن؟ يعني هو لما تريد أن تقيم الموقف الدولي من قصة النفط والنزاع عليه، يعني 3.5 سنوات تقريبا والمجتمع الدولي لم يحرك ساكن فيما يتعلق بإمدادات النفط وتصديره بعد أن سيطر عليه الجزران وأدخل النفط في الصراع السياسي، لأنه السيد الجزران في ذلك الوقت كان ينحو منحى فيدرالي برقاوي جهوي وشكل المكتب السياسي لبرقة وأسس حكومة وحاول أن يصدر النفط ويبيع عدة مرات. ف3.5 سنوات يعني أوجدت كارثة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى حياة الناس، والمجتمع الدولي لم يحرك ساكن. بعد أن بدأت محاولات بيع النفط تحرك المجتمع الدولي، شهدنا مرحلة جديدة وهي أنه المجتمع الدولي قرر أنه لا يدخل النفط في الصراع. فعندما سيطر حفتر على الموانئ وطرد الجذران، فالمجتمع الدولي وجه رسالة، البيان الخماسي المعروف للولايات المتحدة الأمريكية وبعض العواصم الأوروبية، خاطبت حفتر بأنه طلع الموضوع من الصراع، فسلم الموانئ والحقول لي المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق. باهي ليش ما يتخذش في مرحلة لاحقة؟ لو نعم أنا جايك في مرحلة لاحقة بعد أن حاول الجذران يدخل مرة ثانية، سيطر حفتر وقرر قرار واضح وصريح بأنه موانئ النفط وحقوله ستسلم إلى الحكومة المؤقتة في البيضة. فجاء الرد صريح وقاطع من المجتمع الدولي، وصدر قرار مجلس الأمن 2362 بأنه ما تلعبوش في النفط، النفط يتبع جهة واحدة المؤسسة الوطنية للنفط التابع لحكومة الوفاق. وخضع حفتر لهذه فإذا الموقف الدولي كان صريحا ما بعد 2017. اليوم هل يبني على صراحة الموقف الدولي ووضوحه ونقول بأنه يمكن أن يتكرر هذا السيناريو وسيفرض مجلس الأمن قرار آخر أو يؤكد فيه في بيان قرارة 23-62 بأنه يا سيد حفتر ويا ردا على عقيلة صالح لا يمكن أن نسمح لكم بأن توقفوا النفط أو أن تصدروه بعيدا عن القنوات الشرعية وهي المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الوفاق؟ هل يمكن يحدث هذا؟ في رأيي الشخصي أنه الأقرب، السيناريو الأقرب أن المجتمع الدولي الرافض لحرب طرابلس ولأغلب دوله استهجنت ما فعل حفتر لن تقبل بأن يزج حفتر وعقيلة صالح بالنفط في الصراع ويمنعوهم من إيقاف أو المتاجرة به. نعم، أعود إلى سيد عبد الباري من طرابلس. يعني سيد عبد الباري، يعني مؤسسة الوطنية النفط الموازية في بنغازي وبعد يعني غياب طويل عن التصريحات أصبحت الآن تنادي بعدم التعامل مع سيد رئيس المؤسسة الوطنية النفط في طرابلس سيد مصطفى صنع الله، يعني كيف تقرأ هذه التصريحات في مثل هذا التوقيت بالذات؟ يعني سألتك، يعني المؤسسة الوطنية النفط الموازية في مدينة بنغازي يعني بعد غياب طويل حتى عن الإدلاء بأي تصريح، يعني أصبحت توا حاليا تنادي بعدم التعامل مع السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ليش هذه التصريحات بالذات في مثل هذا التوقيت؟ هو
والله هذه واضحه يعني، لان سيد الجماعه ما يعرف بالجيش الوطني اللي حفظ ميليشيات حفظ تقوم بالعدوان على طرف، عدوان عسكري وتشريد الامنين وقتل الابرياء وضرب الاحياء المدنيه وتدمير البنيه التحتيه وتدمير الاقتصاد، يعني من باب اولى انهم هم يتكلموا الان ويحاولوا يشقوا على المؤسسه الوطنيه النفط باضراب استاذ الحكومه الكبرى، او اذا كان هو شايف يبتدي الى ذنب بعد يعني بعد القتل، يعني ما فيش كبيره يعني فهم يحاولوا يسعوا، ولكن حيهات لان اسمع المجتمع الدولي فاهم وعارف، لا خصوص الان في ازمه ايران ومحاوله امريكا حصار ايران والمشاكل في فنزويلا ايضا، وتحاول الحكومه الامريكيه ليس حبا فينا ولكن في مصلحها ان هي تحافظ على استقرار السوق النفطي، فلا سمح الله صار في مشكله في ليبيا حيصبح السوق النفطي ايضا مليون برميل تقريبا يوميا، وهذا بدوره حيؤثر على الاسعار العالميه، حديد الاسعار، لان الحكومه الامريكيه تسعى تحافظ على اسعار النفط في حدود 60 60 دولار او زائد ناقص، لن تسمح باي جسم خارج جسم المؤسسه الوطنيه للنفط رافض بالقيام بتصدير النفط او التلاعب فيه، وهم الان استغلوا فرصه العدوان على طرابلس. طيب بيحاولوا انهم يديروا مشاكل اخرى. سيد عبد الباري والله يستغرب، انا استغرب والله يستغرب عندما يطلع شخص زي عقيل صالح رئيس البرلمان ويتكلم يقول احنا مش مستفيدين من النفط، يعني كان هو شخصيا مش مستفيد ربما، لكن الشعب الليبي كله يعني هي ايش الاستفاده من النفط معظم. طيب سيد عبد الباري، دخل النفط يد مرتبات يعني هل هذا نعم وصلت فكره سيد عبد الباري، يعني هل اقتراب بيع النفط خارج مؤسسات الدوله يعني اصبح قريبا، خصوصا بعد تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللي قال مؤخرا عن ايقاف انتاج النفط من المنشات اللي تسيطر عليها قوات حفتر، هذا يمهد الضغط لعمليات فعليه لبيع النفط خارج اطار حكومه الوفاق؟ والله هم حيحاولوا طبعا لتمويل عمليات العدوان تحت على طرابلس، يعني يحتاج الى اموال لما يتوقعوا في خلال 48 ساعه يسيطروا على طرابلس، ولكن الان نتكلم على 75 يوم وقوات في تقهقر، فهم يحتاجوا الى تمويل تمويل الحرب، قديش تدفع الامارات والسعوديه ومصر لتمويل هذه الحرب، يحتاجوا الى اموال اخرى وربما يسعوا الى تصدير النفط ولو بثمن زهيد اقل من سعر السوق العالمي لبعض العصابات والشركات التي تقوم بهذا الامر يعني، لكن مع هذا انا زلت اؤكد ان المجتمع الدولي لن يقف ساكتا، خصوصا امريكا ستقوم بمنع تصدير النفط خارج الشرعيه كما فعلت ايام جدران الذي حاول عده مرات بيع النفط بتعاون مع بعض النظام رموز النظام السابق، ولكن تم القبض على البواخر يعني خارج المياه الاقليميه الليبيه وتم ارجاعها الى ليبيا. نعم شكرا جزيل الشكر السيد عبد الباري العروسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه طرابلس وزير النفط السابق، شكرا جزيلا لك. اعود اليك السيد سنوسي، يعني هل يمكن ان تستفيد بعض الدول يعني من هذا الانقسام في بيع قطاع الخام او النفط الخام النفط الليبي وتعدد بعض الصفقات او تعقد صفقات شراء يعني تحت الطاولة عبر السوق السوداء ان صح التعبير، يعني باسعار تقل عن سعر الخام الليبي؟ بالطبع يعني هناك معلومات مصادرها مؤكدة بالنسبة لي يعني لا افتراء فيها ان دولة داعمة عربية داعمة لجيش حفتر ولمشروع حفتر السياسي ليتمكن من السيطرة على مقاليد الامور، متفقة معه ضمنيا على انه مصر وهي مصر تحديدا لن اتردد في ذكرها تتحصل على سعر تفضيلي في بيع النفط وبالجنيه المصري مش بعملة صعبة. وأنا لو كنت في مكان صانع القرار المصري ونازل بثقلي في دعم حفتر
وأنا أصلاً أعاني من شح في العملات الصعبة واقتصادي يعاني بدرجة كبيرة، أني أراهن على هذا. يعني ما الذي يمنع إذا كانوا شريكي السياسي؟ حفتر قابل في تصريح سابق له يقول بأنه أصلاً حتى لو اتخذت مصر قرار في غير مصلحة ليبيا فأنا معه. فإذا من الممكن أنه دول داعمة وأشخاص متنفذة في بعض الدول تستفيد من فكرة بيع النفط بأسعار أقل من السعر العالمي ليكون فارق السعر بالنسبة لأن يذهب إلى جوبها هي. يعني هذا سيناريو محتمل في ظل هذه الفوضى. نعم قائمة. من هنا وصلنا للفكرة التي طرحتها سيد سنوسي، ومن هنا أيضا ننتقل إلى صاحب الرأي المفصلي في حلقتنا. إلى المؤشر. في فقرة المؤشر هذه المرة طرحنا فرضية على مجموعة الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي يلي نستعين بهم بشكل دائم، وكانت أن المجتمع الدولي لن يسمح ببيع النفط الليبي إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق. عدد المشاركين قرابة 20 مشارك، والنتائج كانت على النحو التالي: 42.1% اختاروا الموافقة بشدة على هذا الطرح، كون إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمنع أي عمليات لبيع الخام خارج الإطار الشرعي لحكومة الوفاق الوطني، وأيضا في اتجاه الموافقة ولكن الخجولة. فحوالي 42.1% وافقوا إلى حد ما على أن المجتمع الدولي لن يسمح ببيع النفط إلا عن طريق حكومة الوفاق، تركيب مساحة لعدم الجزم. وممكن هذا يرجع للموقف الدولي غير الواضح مؤخرا حيال الأزمة الليبية. في المقابل اتجاه مؤشرنا الأحمر وخيار عدم الموافقة 15.8% من المشاركين اللي شافوا أن المجتمع الدولي ممكن يسمح ببيع النفط الخام خارج إطار حكومة الوفاق رغم القرارات اللي تمنع ذلك. إذن مشاهدينا تابعتم نتيجة المؤشر، والأغلبية اتجهت إلى الموافقة على أن المجتمع الدولي لن يسمح ببيع النفط إلا عن طريق حكومة الوفاق. التعليق عندك أنت أستاذ السنوسي. طبعا يعني المؤشر يؤكد على مؤشر الخبراء يؤكد على مذهبنا إليه من أن المجتمع الدولي استقراء لمواقفه وقراراته ما بعد 2016 وقرار 23-62 الصارم الواضح بأنه يمنع ويقفل الطريق على أي محاولة أصلاً للتصرف في النفط خارج إطار الشرعية ممثلة في المؤسسة الوطنية في جانبها الفني وحكومة الوفاق في جانبها المالي. ف 85% تقريباً من النسبة رأي الخبراء يؤكد هذا المسار، هذا هو المنطق، هذا هو الاستقراء الطبيعي لاتجاه الموقف الدولي منذ 2016. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ سنوسي بسيكري مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية. كذلك لا ننسى أن نشكر كل من الأستاذ عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، وكذلك الأستاذ عبد الباري العروسي وزير النفط السابق كان عبر الهاتف من مدينة مصراتة وكذلك من مدينة طرابلس. شكرا جزيلا لكم لمتابعتنا لهذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.